ازيكم ازيكم؟ الغلاسة، الغتاتة، الرخامة، الثقالة، طباع بتبقى موجودة في ناس معينة كده، والعياذ بالله، ان هم ناس يعني يزعجوك، يجي يتصلوا بيك يزعجوك ويتقلوا عليك ويطلبوا منك طلبات كتيرة جدا ويحملوك حمل اكبر من حملك، مع العلم انه من الممكن جدا ان الناس دول ما بيهتموش لموضوع الثقالة ولا الرخامة ولا الغتاتة، وغالبا ممكن يكونوا من الأبراج الترابية، لأن الأبراج الترابية فيها تقل دم شوي، يعني بتصر على نفس الشيء لفترة طويلة جدا وما لا يتنازلوا عنه، يكرر نفس الكلام كل يوم كل يوم، يزن كل يوم كل يوم، بيبقى فيه كده نوع من الغتاتة شوي. موضوع ثقالة الدم بيمتاز بيه كل الأبراج، بس كل الأبراج بتقل دمها يعني بشكل مختلف، كل برج ممكن يكون دمه تقيل بشكل مختلف، هنوريكم. أولاً كل برج من الأبراج ممكن يعني شوية كده تحس إنه يمون، أول ما يبتدي في الميانة هنا يبتدي تقل الدم، إنك تطلب من الشخص شيء وتطلب منه تاني وتمون عليه، يعني أنا ابن عمك وبمون عليك إنك تنفذ لي الشيء الفلاني، وإنك تقضي لي المقاضي الفلاني وتجيب لي الأغراض الفلانية، أنا بمون عليك. يبقى ممكن الميانة تكون كميانة شخص يطلب أشياء زيادة، وغالبا السرطان هو اللي فيه موضوع الميانة. ممكن يكون تقل الدم بطريق الاستعطاف وبطريق الشحاذة، ده يعتبر نوع من التقل ومن غتاتة الدم. طيب ممكن التقل كمان من الزن والإزعاج، والزن والإزعاج مشهور به الناس اللي عندهم طلع القوس وقمر القوس، وكمان قمر الحمل وطلع الحمل أو كده، الناس الناريين شوية. كمان بقى الأبراج الترابية زي العذراء تقل الدم اللي فيه بيكون بالانتقاد، انه كل ما تعمل شيء يقولك لا ده وحش، ما تلبسش كده، اللبس ده وحش، شعرك وحش، ملابسك وحشه، كل حاجه فيك وحشه، التعليم وحش، نطق الحروف وحش، حفظك للكلمات الانجليزي وحش، نوع سيارتك وحش، كل حاجه وحشه، كل حاجه شينه، كل حاجه يعني بيرى ان كل الاشياء سلبيه، ده يعتبر نوع من الغتاته وتقل الدم والسماجه والطبع الغلس، الغلاسه فعلا، انسان غلس ودمه نفط وتبتدي بقى تنزعج منه. طيب برج الجدي كبرج من الابراج الترابيه هو بيبقى رخم لما بيحتاج يشغلك موظف عنده، يعني هو فاتح شركه وفاتح محل ومحتاج يجيب الموظفين يجي يشتغلوا عنده عشان يدخلوا له ارباح كبيره جدا في المصنع بتاعه، فهنا تاتي غلاسه ورخامه برج الجدي في استخدام الاخرين كادوات عنده. فدايما تلاقي برج الجدي يزن عليك، يزن لما يبغى مصلحه مهمه جدا وعارف ان مفيش حد عارف ينفذها الا انت، او انت ارخص الاسعار اللي بتبيع في السوق فهو بيجي ياخد عندك، ويبغى يستغلك للرمك الاخير، فتلاقيه يزن كل شويه، يتصل كل شويه، يبعت يتصل يبعت يكلم يتصل يبعت، يا عم اصبر شويه، اهدى شويه، مفيش. ايوه يجي هنا بقى يبتدي الغلاسه. الناس اللي من برج الميزان، بصراحه برج الميزان ما فيه الطبع الغتت، ولكن لان هو كبرج ميزان ممكن بيحتاج وجود شريك معاه او بيحتاج شخص معاه، فدايما الرخامه والغتاته هتطلع كيف من كل برج، هتطلع من الميزان عن طريق ان هو محتاج شريك يفضل متواجد معاه، او زوج، يلا نتجوز، يلا نفتح شركه مع بعض، يلا نفتح محل مع بعض، يلا نعمل المشروع الفلاني، يلا ننفذ المشروع الفلاني، يلا خويني واحنا مسافرين، يلا يلا يا حبيبي انا مش عايز ابقى معاك، مو بالغصب اكون معاك، مو بالغصب ان انا افتح شركه معاك، مو بالغصب ان احنا نتجوز، مو بالغصب. فهنا نوع الغلاسه والغتاته. يعني اتكلمنا قبل كده عن عطارد القوس واتكلمنا عن عطارد الحمل، وكان عنوان الفيديو يعني عطارد الحمل امسح رقم من عندك واحذفني من عندك وبلكني من عندك. ليش؟ لان عطارد الحمل هو كشخص، هو بشكل عام هو مزعج فكريا، يعني يتصل كتير، يزعق، يصرخ، يصوت، يبعت كل شوي يبعت لك على الواتساب، يبعت، خلاص يا اخي لا ترسل كتير، هي ترسل رسالة واحدة كل 1000 سنة، خلاص لا تقعد تبعت كل شوي، يعني يكلمك على كل التطبيقات، ينزل كل التطبيقات، يبعت لك واتساب ويبعت لك تليجرام ويبعت لك انستجرام ويبعت لك هنا ويبعت لك هنا، تلاقيه في وشك في كل مكان، يا اخي ازعاج ولزجه، ولازم ناكل مع بعض ونشرب مع بعض وننام مع بعض ونخرج مع بعض، ايه القرف ده؟ هو انا امك يا ابني؟ انا امك اجي ارضعك انا؟ ايه القرف ده؟ مجرف. فده بيبقى نوع من الازعاج ونوع من اللزجه والنشبه، فالاشكال دي احنا عرفناهم من زمان وعرفنا ان احنا ما حدش فاضل للاشكال دي، ويا ريت يفكونا شرهم ويبتعدوا عننا يعني.
كمية البيض، إن الشخص ده يكون بيض فعلا، بيض 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 يعني غتيت وتقيل. وكلمة بيض بتتقال للشخص السامج، وبيض أنت بيض بيض يعني أنت شخص بتستخف دمك ودمك مش خفيف، بتتقل دمك ودمك مش يعني أنت فاهم، يعني بتستخف دمك ودمك تقيل كده، فأنت بيض. فالثجالة والغتاتة والطبع الغتت الرخم والغلاسة ممكن تلاقيها في كل برج من الأبراج. الأسد، وش الغلاسة اللي في الأسد؟ الأسد إنه كل شوية يستعرض أنا وأنا 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 ويصور نفسه زي واحدة من المشاهير، بس هي ده اسنابها الخاص، هي حرة بتصور الأخضر واليابس، فاتحة الكاميرا 24 ساعة بتصور كل شيء، يريد أن يظهر في كل الصور، ويريد أن يتواجد تحت كل الأضواء، ويريد أن يتواجد تحت كل الكاميرا، يريد إنه يكتب اسمه وصورته على كل اليافطة اللي في الشارع. معاكم مرشحكم الانتخابي الحاج جعفر لكل الانتخابات، وانتخبوني وحاسبوني. هو ده برج الأسد في الرخامة والغتاتة. يبقى كل برج من الأبراج ممكن يرخم ويغتت. العذراء والعقرب أيضا فيهم طبع التحقيق والتدقيق والأسئلة، ويقعد يغلطك، وليه عملت كده وما عملتش كده، ووراك ما سويت، وراك ما عملت، وراك يسأل ويستفسر، وكيف وليش وإمتى وكيف وشمعنا ده وده. لأ، الأسئلة الكتيرة، احنا اتفقنا قبل كده ان الأسئلة الكتيرة لازم تخلع الجزمة وتضربهم بيها، اللي يقعد يسألوك أسئلة كتيرة ويتدخلوا في حياتك، وليش وكيف وامتى وازاي والساعة كم وليه كده ومش ليه كده وعملت كده، يا أخي خلاص غور في داهية، غور يا شيخ، بطل غتاتة وتقول دم، ما حد فضيلك، انجلع. فالأشكال الغتتة دي، الغلسة الرخمة، عمره ما هيكون نجم الموسم، ولا هيكون نجم كل موسم، ولا هيكون شخص محبوب. فعشان تخفف من طبعك الغتت الرخم ده، بطل غتاتة وبطل رخامة. طبعا في واحدة من برج العقرب الله ياخد عمرها، وكان عندها القمر في الجدي، يعني ما ابغى اقول بقية الكواكب عشان ما تعرفش نفسها. كانت في واحدة قبل كده كانت بتتعامل معي من زمان، يعني كانت آدمية غتتة فيها كل الغتاتة اللي في الحياة، تتقل دمها وتغتت وتتدخل في حاجات وتحشر نفسها في حاجات، ويعني مدخل نفسها في كل حاجة. يا ستي انت ليه بتدخلي نفسك في كل شيء؟ مو بالغصب، لا الا بالغصب تدخل نفسها في كل حاجة. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ليه تحشري نفسك في كل حاجة يا آدمية كده بالغصب؟ غتاتة، رزالة، سماجة، لعانة، ما ينفع كده، ما ينفع. خفة عوم خفة عوم خفة عوم خف خف خفة عوم. كل ما تكون خفيف كل ما تكون أمورك طيبة، كل ما تكون خفيف كل ما تكون أمورك حلو. فكل برج من الأبراج يستطيع أنه يثجل دمه ويغتت ويرخم ويصبح سامج، ودمه كاتشب، ودمه نفط، ودمه ديزل. تحس كده أن البني آدم ده ما أنت طايقه، ما أنت مستوعبه، تحس أنه ثقيل على القلب. مرة مرة هتطرش من